السلام عليكم. الحديدة، أسئلة الوضع الإنساني والتحرير هي اللافتة الحاضرة في يوميات المدينة التي تعيش إرهاصات ما يدور في المخاء، وتظهر الميليشيا فيها مرتبكة أكثر من أي وقت مضى. تختطف المدنيين العزل لتكون محافظة أقل ما يمكن القول عنها إنها مخطوفة تحت تنتظر الفرج. الحديدة المحافظة التي كلما ذكرناها يخطر في البال معاناة سكانها في المدينة والريف، وهي التي تقع على موارد ليست بالهينة، موانئ وثروة بحرية وزراعية، إلا أن المعاناة الإنسانية ظلت حاضرة طوال ثلث قرن من النظام الحاكم، والذي اكتفى بترديد الخطابات عنها وتسميتها بالمحافظة المسالمة. حملة الاختطافات والتجنيد الإجباري أبرز مظاهر الميليشيا في الأيام الأخيرة، خصوصا تحركاتها التي تبدو مرتبكة أكثر من أي وقت مضى. التوجه نحو الحديدة أصبح واضحا ومعلنا لدى الشرعية، خصوصا بعد تصريحات الرئاسية حول تحريرها من ميدي والمخا. مشاهدينا الكرام، الذي ينتظر الحديدة؟ هل المزيد من البقاء تحت سيطرة ميليشيا الإنقلاب أم انفراجة وتحرير قادم؟ وماذا عن مراعاة المدنيين هناك؟ وهل الحديث عن إغلاق الميناء ونفي التحالف لذلك يأتي ضمن ارتباكات الميليشيا؟ وما التطورات القادمة على صعيد معركة الساحل الغربي بين المخا والحديدة؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأهلا بكم. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. الحديدة على موعد مع التحرير، أو هذا ما يقوله وعد الرئيس هادي وخطى الجيش الوطني. إلا أن هذه المدينة المنهكة بالفقر والميليشيا لا تكاد تنتظر ما يدور على مقربة منها في ميدي والمخا، فسيارات الميليشيا التي تدور في شوارع المدينة تقوم بمداهمة المنازل واختطاف المدنيين العزل الذين لا علاقة لهم بما يدور في المعارك سوى معارك البحث عن القوت المنهوب. عشرات المختطفين وأوضاع إنسانية بالغة السوء، وقيادة الميليشيا التي اتخذت من الحديدة مخدعا لها غير مكترثة بخارطة البؤس المرسومة على وجوه الناس، تحسبا للمعركة التي كما يبدو أنها ستطرق أبواب عروس البحر الأحمر عما قريب. في إطار عملية الرمح الذهبي، عمدت ميليشيا الحوثي بحسب مصادر إعلامية في المحافظة إلى زراعة ألغام في مساحات واسعة في منطقة الصليف والسواحل المحيطة بميناء الحديدة بالكثيب. الحديدة التي أصبحت المنفذ الوحيد للميليشيا، يقول مراقبون إن سيطرة الشرعية عليها سيمثل عزل الميليشيا عن العالم، وهو ما تخشاه خصوصا فيما يتعلق بقطع شريانها من الدعم الإغاثي التي تستثمره في تمويل جبهاتها، ناهيك عن السلاح القادم من طهران. الحديدة بعد أن أصبحت قبلة أنظار المتابعين وحساباتهم العسكرية تزداد حضورا في المشهد العام، مع اقتراب قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف العربي لاستكمال السيطرة على الساحل الغربي وفتح الباب واسعا باتجاه شرق المحافظة للتقدم صوب صنعاء، فصل الختام في معركة التحرير. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة من عدن، وأيضا سينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ وليد في هذه الحلقة. بداية، يعني نحن نتحدث عن الحديدة الآن التي تقع ربما بين قوتين، قوة خامسة قادمة من ميدي وقوة القوة الرابعة أيضا من المخا، والمسيطر عليها من في المخا. كيف يمكن أن تؤثر هذه الأحداث على الحديدة حاليا؟ المنطقة الخامسة والمنطقة الرابعة. أولا نرحب، نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بمحافظة الحديدة وتركيز في هذه اللحظة لمجريات الأحداث العسكرية التي تحصل. نشكر أولا فخامة الأخ بلقيس وقيادة التحالف وعلى رأس المملكة العربية السعودية والإمارات لتوجههم لتحرير الساحل الغربي وشمالي محافظة الحديدة. ك
كم تشوقنا وكم سعينا إلى أن تتجه قوات الجيش اليمني لتحرير المحافظة. ونحمد الله أنه بدأت الأنظار تتجه إلى محافظة الحديدة بعد تحرير ميناء المخا ومديرية المخا من جيوب الميليشيات الإنقلابية. نعم. التي سيطرت على هذه المديرية وعلى هذا الميناء وكان رافداً لتهريب السلاح وإيصاله إلى هذه الميليشيات بعد أن قطعت تهريب السلاح قوات الشرعية والتحالف من ميناء الحديدة. بعد وصول قيادة المنطقة الرابعة من الجيش اليمني إلى مديرية المخا والسيطرة عليها رغم ما زالت هناك بعض الجيوب من الإنقلابيين التي ما زالت في بعض الأماكن ما تداهم وتفر وذكر ولكن قوات الجيش تتصدى لهم وتواصل سيطرتها على كافة مديرية المخا وقطع الإمداد من قبل الإنقلابيين على من ما زالوا في المدينة من الطريق الساحلي ما بين الحديدة والمخا وما بين المخا وتعز. نعم. طيب تحرير المخا يعتبر انطلاق الشرارة الأولى لتحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة الذي ينتظره كافة أبناء المحافظة وأبناء الإقليم لتحريرهم من الميليشيات الإنقلابية التي ظلت تكبد على أرواحهم وعلى صدورهم وعلى قطع أرزاق عيشهم خلال هذه السنتين. طيب أستاذ وليد، يعني ونحن نتحدث عن هذه الانتظارات التي ربما رصدتها لنا ويعني بتحرير الحديدة، هل انعكس هذا الحديث وأيضا القرب من الحديدة بهذا الشكل على الميليشيا وبدت مرتبكة ربما أكثر من أي وقت مضى كما يعني تتابعون في الشارع في الحديدة؟ الميليشيات الآن أصبحت عاجزة عن الكلام في قنواتها وفي جانبها الإعلامي عندما بررت وأنزلت تسجيلات قديمة لمديرية المخا إنها ما زالت تحت سيطرتهم، ولكن اتضح للعالم أجمع ولأبناء الشعب اليمني إن الجيش اليمني بقيادة أبطال المنطقة الرابعة سيطروا على مديرية المخا وقطعوا كافة الإمدادات التي تصل للميليشيات عن طريق البحر وعن طريق البحر إلى هذه المديرية. تعتبر هي أول شرارة للانطلاق إلى سيطرة أبطال الجيش على الساحل الغربي والذي ينتظرهم أبناء الحديدة بفارغ الصبر. وكذلك أيضا يعلم الجميع أن أبناء محافظة الحديدة وإقليم تهامة ليسوا حاضنة لهذه الميليشيات، وإنما ما تم فرضه من قبل هذه الميليشيات من قتل واعتقالات وهو ما جعل الناس تضعف أمامهم، مما جعل سيطرتهم بشكل كبير على كافة المرافق والمدن والقرى والموارد الإيرادية لهذه المحافظة. نعم، إذن أستاذ وليد، يعني أيضا لا ننسى وجود جبهة ميدي بقيادة المنطقة الخامسة الذي تحركت من جمرك الطوال للسيطرة على مديرية حرض وعلى مديرية ميدي، والذي أيضا لها كانت محرقة لهذه الميليشيات منذ اندلاعها، وكل من دخل في هذه الجبهة من قبل الميليشيات أو قوات الحرس الإنقلابية التي ساندت الميليشيات في انقلابها إنها تنتهي ولا تعود من هذه المنطقة. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ طارق سرور الأمين العام المساعد مجلس إسناد مقاومة الحديدة من الرياض. مساء الخير أستاذ طارق.
مساء الخير والتحية لك ولضيفك الكريم الأخ وليد القريمي ولكافة مشاهدين قناة بلقيس. أهلا بك معنا أستاذ طارق. أستاذ طارق، يعني ونحن نتحدث الآن عن قرب قوتين مهمتين نحو الحديدة، القوى الخامسة من ميدي والقوى الرابعة من المخا، المقاومة في تهامة، كيف تنظر يعني إلى ما يدور في المخا وانتظار معركة الحديدة بالذات؟ المقاومة في تهامة هي لا شك جزء من القوات المسلحة والجيش الوطني، وهي تنتظر بفارغ الصبر قدوم القوتين، سواء قوات المنطقة الخامسة من ميدي أو قوات المنطقة الرابعة من المخا. المقاومة التهامية الآن تعملها بشكل يومي على تنفيذ عدد من العمليات الهادفة والمفجعة والمؤلمة التي تستهدف إمكانيات وقدرات الحوثي، تستهدف شخصيات قيادية، تستهدف عربات وآليات، تستهدف مقرات ومتعاونين مع الحوثة. اليوم فقط هناك عمليتين رائعة كانت نفذها شباب المقاومة التهامية وأودت بقتل عدد كبير من ميليشيا الحوثي وإصابة عدد آخر منهم. الأولى صباح اليوم كانت في شارع المعدر، والثانية بعد الظهر في شارع المواصلات في الحديدة. وبالتالي يرتفع وتيرة المقاومة مع قرب وصول القوات المسلحة إلى محافظة الحديدة ومدينة الحديدة حاضرة إقليم تهامة. نعم، ما مدى التنسيق بينكم وبين قوات الجيش والحكومة الشرعية يعني كمقاومة، خصوصا يعني مثلا هذه العمليات التي تقومون بها، مدى انتظار وصول الجيش لتحرير الحديدة؟ نعم أستاذ طارق، يعني كنت أسألك، يعني حدثتنا أنت عن وجود عمليتين ناجحتين في الحديدة، أود أن أعرف منك ما مدى تنسيقكم مع الجيش الوطني والحكومة الشرعية كمقاومة، يعني مدى التنسيق إذا ما دخل الجيش لتحرير الحديدة، ما الذي سيكون على عاتق المقاومة القيام به؟ هناك تنسيق كامل وبشكل جد ومرتب بين المقاومة التهامية والجيش الوطني. والمقاومة التهامية تناشد من البداية أن تكون بيوت مستقلة عن الجيش الوطني، بل هي مندمجة مع هذا الجيش، ودور المقاومة هو التأكيد لهذا الجيش مثل ما يصبح الجيش الوطني، بالإضافة إلى أن لها دور فاعل وكبير سيكون بإذن الله تعالى عند وصول القوات المسلحة إلى محافظة الحديدة في السيطرة على المدينة وتجنيبها ما يحدث في مدن اخرى باذن الله تعالى، السيطره على المقرات وعلى المقرات الحكوميه ومحاوله ايضا من نعم استاذ طارق، يعني كيف تستطيعون تجنيب المحافظه يعني ما حدث في المحافظات الاخرى، يعني خاصه وجود المدنيين ونحن نعلم مدى سوء اوضاع المدنيين في الحديده؟ باذن الله تعالى الحديده تقدم نموذج راقي وجيد، والحديده هي منطقه مفتوحه وستكون المواجهات فيها سهله، سنعتمد بالدرجه الاولى على تنشيط الطيران ومدفعيه الجيش الوطني، ومن ثم ابناء الحديده وابراد مقاومتها وشباب الثوره وشباب الحراك التهامي هم جاهزين للسيطره على المدينه باذن الله تعالى، وليس كل ما تقال وتذكر الان. طيب يعني لو تحدثنا عن الاختطافات التي تطال أبناء الحديدة في الأيام الأخيرة أستاذ طارق، يعني من تستهدف بالذات، أم أنها اختطافات عشوائية تظهر مدى ارتباك الميليشيا؟ الاختطافات بالدرجة الأولى تستهدف كل من يقاوم هذه الميليشيات، كل من يظهر صوت الرفض لتواجد هذه الميليشيات، كل من يشكون بأنه يتعاون مع المقاومة. نؤكد لك ونحمد الله تعالى بان جميع هذه الاختطافات لم تنال او تنتقل احد من افراد المقاومه طيله الفتره التي ما يقارب عام، هي اختطافات للمعلمين، للمدرسين، للمحامين، لكتاب الراي، للناس المتنوره والمتعلمه التي تصلح انتهاكات هذه الميليشيات، وكثير منها اختطافات عشوائيه لاناس ليس لهم اي دخل او دور مع المقاومه، وإنما يدل على إفلاس هذه الميليشيات وتشددها، وبالتالي عدم معرفة من يقوم بهذه المقاومة.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ طارق سرور الأمين العام المساعد لمجلس إسناد مقاومة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، يعني كيف تعلق على حديث الأستاذ طارق في مدى يعني التنسيق الذي بين المقاومة والجيش، وكيف أن أبناء الحديدة بانتظار الجيش الوطني لتحرير الحديدة ويعني القيام بكافة المهام المنوطة عليهم كمقاومة؟ المقاومة في محافظة الحديدة طبعا هي مندمجة بقوات الجيش اليمني بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة في جبهة ميدي حرض وميدي، ويتم التنسيق أيضا مع الخلايا التي في الداخل التي تقوم بالعمليات التي أربكت الميليشيات بين حين وآخر في شوارع المحافظة وفي مديرياتها. إذن حيث يتفاجأ الإنقلابيون بأنهم لا يجدون عدو مباشر أمامهم، ولا يدرون إلا في وقت مباغت بهجوم عليهم من أبطال المقاومة ليقتل منهم أو يجرح أو يحرق طاقم تابع لهم في أي منطقة من مناطق المحافظة. أما بقيادة المنطقة الرابعة ومن سيتحرك للسيطرة على المحافظة، فهناك أيضا تنسيقات ما بين قيادة الحراك التهامي وقيادة المنطقة الرابعة، وأيضا هم تم ضم معظم قيادة أفراد الحراك التهامي إلى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة الذين سيشاركون في تحرير محافظتهم، بالإضافة أيضا إلى أبطال الحراك التهامي الذين يتواجدون في داخل المحافظة وفي بعض مديرياتها، وهم على استعداد تام عند الإنزال وعند دخول بعض المديريات أو عند تباشير السيطرة سوف ينتفضون. إلى ذلك ارتبكت الميليشيات بعد ما حصل في مديرية المخا وأصبحت مشتتة تقوم باعتقال كافة الشباب وخاصة المنتمين إلى الحراك التهامي والى بقيه الاحزاب المعارضه التي وقفت ضدهم كحزب الاصلاح او كبعض قياده المؤتمر الذي والوا الشرعيه من ابنائهم سواء او اخوانهم الذين ما زالوا في الداخل. بالاضافه الى ذلك لم تكتفي هذه الميليشيات باعتقال وقتل من هم يقفون ضد هذه الميليشيات، وايضا بل اتجهت الى اعتقال المتحيزين او الذي لم يمشي على دربهم او لم يقف الى صفهم، الذي انحازوا ايضا اتجهت الان الميليشيات الى اعتقالهم لكونهم لم يظهروا انهم مع هذا الانقلاب. نعم، بهذا الشكل أستاذ وليد، يعني في ظل هذه الاعتقالات العديدة، يعني برأيك ماذا عن الواقع السياسي للحديدة خصوصا بعد هذه العمليات المداهمة العديدة والأخيرة واعتقال العشرات ممن يعني يرفضون وجود الميليشيا وانقلابها؟ أختي العزيزة، فليفهم الجميع أن أبناء محافظة الحديدة وتهامة ومحافظة الإقليم ليسوا حاضنة شعبية لهذه الميليشيات الإنقلابية، والميليشيات تعلم هذا تماما، إن عند اقتراب قوات الجيش اليمني سوف ينقلب عليهم أبناء المحافظة، فلذلك هم يحاولون بث الرعب بين أبناء تهامة ومحافظة الحديدة كي لا يقوم أي شخص أو أي فئة للوقوف إلى جانب الجيش اليمني والشرعية أثناء دخولها المحافظة، ولكن لن يذهبوا بهذا العمل الجبان وسوف يحاسبون. بالإضافة أيضا إلى أنهم لم يجدوا أيضا أبناء المناطق أو المحافظات الجبلية التي كانوا يرفدونهم بالمقاتلين، فقد رفضوا رفض جبهة محافظة الحديدة مع الإنقلابيين ببعض أبنائهم أو بعض مقاتليهم،
بل طلبوا منهم أن يتجهوا الوكلاء المعينين من الإنقلابيين إلى المديريات وإلى المشائخ لفرض إيجاد مقاتلين من أبناء تهامة وخاصة من صغار السن. وللأسف إنه بعض المشائخ أو ومن أبناء المناطق مزجوا بأبناء تهامة في بعض المديريات والذين عادوا أشلاء إلى أسرهم، بينما بعض الأسر لم يعودوا أبناءها إلى الآن وهم يبكون دما على أبنائهم الذين خرجوا من أمام أعينهم مقاتلين مع هؤلاء الميليشيات. نعم، طيب أستاذ وليد، يعني هناك حديث يعني تتحدث به الميليشيا أو تسربه الميليشيا عن إغلاق الميناء ونفى التحالف العربي ذلك، على ماذا يدل هذا الأمر برأيك؟ قيادة الحكومة ومثلا في فخامة الأخ الرئيس والتحالف العربي لم يمنع يوما من دخول أي باخرة إلى ميناء الحديدة ما عدا البواخر التي تهرب السلاح لهذه الميليشيات، بينما البواخر التي تحمل المعونات والغذاء وبعض المواد التي يحتاجها أبناء اليمن كالمشتقات النفطية ومواد البناء وغيرها فإن التحالف يسمح لهذه البواخر بالدخول إلى ميناء الحديدة، بينما يمنع إذا وجدت باخرة فيها سلاح فقط، وإنما كل ما يروج له الإنقلابيون هو فقط من أجل إغاظة وإثارة الشارع للوقوف إلى جانبهم فقط. نعم. إذا أستاذ وليد ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي الصحفي من الحديدة. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ. مساء النور أختي العزيزة لك ولكافة مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك معنا أستاذ عبد الحفيظ، ونود منك أن تنقل لنا الصورة في الحديدة كيف تبدو الآن؟ الصورة تبدو في محافظة الحديدة وفي الإقليم التهامي عموما وفي السهل التهامي على وجه الخصوص بين ميليشيا تمارس أقسى العقوبات الجماعية ضد أبناء تهامة الذين يسطرون أروع البطولات في مختلف جبهات تحرير الوطن في ميدي في حرب في المخا في النهم في صرواح في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن بعد أن اضطرتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع للالتحاق بالجيش الوطني بعد أن اقتحمت منازلهم واعتقل المئات من إخوانهم وآبائهم ومشايخهم وشخصياتهم ومعلميهم بعد أن اقتحمت المدارس. اليوم محافظة الحديدة هناك تصعيد بالنسبة أولا في القضية للمقاتلات التحالف قصفت العديد من الأهداف في عدد من المديريات، هناك أيضا قصف متبادل مع البوارج الحربية للتحالف التي استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الجاح في المناطق الساحلية الكثيفة بالأشجار، هناك تصاعد نوعي في عمليات المقاومة الشعبية بمختلف مسمياتها في مدينة الحديدة وفي عدد من المديريات، وبالتالي الميليشيات أيضا تقوم في نفس الوقت بابتزاز المواطنين بابتزاز المعتقلين بتعذيب المعتقلين حتى الموت باستمرار المسلسل اليومي الأسود لهذه الميليشيا الجرب الذي حل في السهل التهامي الذي لا تزال تمارس عملية الاعتقالات والاختطافات وعمليات النهب وابتزاز المواطنين ورجال الأعمال وفرض الإتاوات على السيارات وعلى أصحاب المحلات وعلى الدكاكين، إضافة إلى قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد أن نفذت معظم عناصر المحسوبة عليها أو التي تحوست والمغرر بهم اليوم دفعت بقيادات السلطة المحلية المعينة من قبل الانقلابيين دفعت بهم إلى المديريات الشمالية إلى المديريات الجنوبية إلى المديريات الشرقية في محاولة منها للضغط على المواطنين، من لم يدفع بإذنه سيدفع مبلغ 100,000 ريال، هناك ابتزاز للمواطنين بينما القيادات المتحوسة بينما المشايخ والشخصيات والمراكز الاجتماعية التي انضوت تحت الميليشيا الحوثي والمخلوع فرت بأبنائها خارج المديريات ودفعت بهم إلى مدينة الحديدة للاختباء فيما يدفع بأبناء الأسر الفقيرة التي يتم استغلال حاجتها للمال وحاجتها لرغيف الخبز يدفع بأبنائها إلى الجبهات ويعود أشلاء وجثثا هامدة. نعم، طيب أستاذ يعني عبد الحفيظ، هناك اختطافات أيضا بالعشرات وارتباك في واضح في يعني مشهد الميليشيا أمام مشهد الميليشيا، يعني هل نحن برأيك أمام إرهاصات ستفرز ربما واقع جديد في الحديدة؟
نعم أختي الكريمة، هناك واقع جديد يتشكل على ضوء هذه الممارسات الهمجية التي وصلت إلى أدنى مستوى من القبح في التعامل مع المواطنين، وإلى أدنى مستوى من الحيوانية السافلة والقمعية العنيفة باتجاه أبناء محافظة الحديدة. هناك مساحة وعي تتشكل في محافظة الحديدة، محافظة الحديدة التي خرجت في 11 من فبراير في وجه المخلوع والذي كان يتحدث على أنها المحافظة المسالمة. اليوم أختي العزيزة ينتقم من هذه المحافظة. اليوم محافظة الحديدة تشكو من القنبلة الموقوتة وهي الألغام التي تزرع بمئات الآلاف في عدد من ممرات الطرق وفي الممرات السواحل القوارب الصيادين في منطقة التحيتة، في منطقة في مديرية الخوخة، في مديرية الدريهمي، في اللحية، في الصليف، في كمران، في عدد من هذه السواحل التي تعتقد ميليشيا الحوثي والمخلوع بأن الجيش الوطني وقوات التحالف قد تخترقها في هذه الأماكن، وبالتالي صعدت ميليشيا الحوثي والمخلوع من همجيتها المرتبكة التي أحيانا تضرب في كل اتجاه لدرجة أنها تقتتل أحيانا مع عناصرها المتحوذة وتقتلهم قبل أن يصلوا إلى الجبهات بفعل تقاطع المصالح، بفعل اقتسام الأموال التي نهبوها، ويتم الاقتتال فيما بينهم. هناك حالة من الرعب، حالة من القلق، حالة من الخوف. نعم، ولكن هناك من يتساءل أستاذ عبد الحفيظ عن يعني أين هو الحراك التهامي، أين هي القوى الشبابية وأيضا السياسية والاجتماعية، أين هم شباب الثورة؟ يعني لما هذا السكوت كله للميليشيا بواقعها المؤسف هذا الذي تمر به الحديدة؟ أختي الكريمة، كل كافة الفصائل والجهات المقاومة في السهل التهامي موجودة نتيجة القبضة الأمنية الهائلة، نتيجة ما يقارب من 7 ألوية وشكلها علي عبد الله صالح هنا في محافظة الحديدة، نتيجة القبضة الأمنية، نتيجة الاقتحامات والعنف والتدمير والقهر والتسلط وتدمير الحياة العامة وتدمير المؤسسات الحكومية ومصادرة المؤسسات الخيرية وسياسة التجويع والحصار. كل هذا طبعا دفع بأبناء تهامة بكل المقاومين بكل الأحرار بالاتجاه بالآلاف إلى اليوم. إذا ذهبت إلى مأرب إلى الجوف ستجدين الآلاف من أبناء محافظة الحديدة في هذه الجبهات، ستجدينهم أيضا في جبهة تعز، ستجدينهم في حرب وميدي، في مختلف جبهات تحرير الوطن، بعد أن غدت محافظة الحديدة سجنا خاصا بهذه الميليشيا، إضافة إلى أن هناك عمليات نوعية لكافة المقاومة الشعبية في مدينة الحديدة وفي عدد من المديريات تقوض مضاجع ميليشيا الحوثي والمخلوع المرتبكة في هذه الأثناء والمنتظرة أن يزحف إليها قوات الجيش الوطني من المنطقة الرابعة من اتجاه مديرية المخا محافظة تعز باتجاه الخوخة أو من جبهة حرب ميدي التي يسطر فيها هذه الأثناء. هناك تدور معارك عنيفة بحسب اتصال أجريناه مع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في هذه الأثناء، تدور معارك ضارية بين الجيش الوطني وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع في تخوم مديرية ميدي. نعم، ماذا عن الوضع الإنساني أستاذ عبد الحفيظ؟ يعني كيف يبدو لا سيما في المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة والتي يعني هي أصلا مناطق فقيرة بالأساس قبل الحرب، فما بالنا بها الآن؟ طبعا عامين من تدمير الكهرباء، من تدمير الماء، مؤسسات المياه، الصرف الصحي، إضافة إلى المؤسسات الإرادية، إضافة إلى المؤسسات الخدمية، إلى كل باعتقاد ممن كان لديهم مبادرات شبابية ومبادرات مجتمعية للتعاون والتكافل ورفض الأسر الفقيرة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، ونتيجة الحصار التي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع على كل الجهات الإغاثية، حتى مكتب الأمم المتحدة تقوم للتغذية. طبعا تقوم ميليشيا الحوثي والمخلوع بنهب هذه المساعدات وهذه الإغاثات التي تصل إلى محافظة الحديدة، الأمر الذي انعكس سلبا على مشاهد الوجع والألم. اليوم حتى الموظفين الذين فقدوا رواتبهم اليوم أصبح في مدينة الحديدة وفي عدد من المديريات هناك مواطنون وهناك سكان من يقتاتون على وجبة واحدة، بينما الجوع يعصف بالعشرات الآلاف من الأسر وبالذات في الريف التهامي
جراء ابتزاز ميليشيا الحوثي والمخلوع للسكان ببيع المواشي اليوم. تجبر ابناء الحديده اختي الكريمه على بيع مواشيهم اليوم اي لمجرد انه مشرف امني من الميليشيا او لمجرد انه مشرف من الجماعه من جماعه الحوثي او لانه قائد في الحرس الجمهوري او ضابط اليوم يبتز ابناء تهامه اليوم لا اكثر من جهه من داخل ميليشيا الحوثي والمخلوع تبتز ابناء محافظه الحديده تنهب ايرادات المستشفيات والقطاعات الخدميه وبالتالي اختي الكريمه محافظه الحديده محافظه منكوبه في ظل هذا الوباء الذي ينخر فيها منذ عامين ومنذ 21 من سبتمبر المشؤوم. نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ الحطامي الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. أستاذ وليد القديمي أنت وأستاذ المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بك مره اخرى استاذ وليد. استاذ وليد استمعت لحديث الاستاذ عبد الحفيظ طرح العديد من النقاط المهمه دعني اركز معك عن يعني نقطه القنبله الموقوته التي تحدث عنها وهي الالغام يعني المنتشره في ممرات الطرق في مراكب الصيادين في منطقه الخوخه تحيتا العديد من المناطق المزروعه بها الاف الالغام كيف يمكن التعامل معها استاذ وليد؟ بالنسبة للألغام أصبحت الميليشيات الحوثية تزرع الألغام كما يزرع المزارع الأرض أصبحت تزرع الألغام لتزرع الموت لأبناء تهامة والصيادين ومن أراد أن يخرج بأسرته إلى متنزه على ساحل من سواحل الحديدة قامت الميليشيات بزراعة الألغام من 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 ابتداء من سواحل ميدي الى 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 سواحل مديريه المنيره واللحيه وامتدادا ايضا الى الى مديريه الصليف ايضا الى راس عيسى الى 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 قريه عرج الى جانب محطات الكهرباء امتدادا الى محافظه الحديده، ايضا كذلك قاموا بزراعه الالغام في جزيره كمران نعم. التي هي بعيده كل البعد عن عن الـ عن الـ عن ابناء الجيش على البر وانما ايضا خافوا من الانزال البحري في جزيره كمران وقاموا بتلغيم الشاطئ والسواحل. نعم استاذ وليد يعني الى ماذا يشير هذا؟ هذه الاماكن نعم استاذ وليد الى ماذا يشير يعني هذه الكميه الهائله من الالغام المزروعه ونحن نعرف ان الميليشيا عاده اذا انسحبت من مكان او يعني تم السيطره على مكان ما تزرع هذا المكان بالالغام، لما هذه المره تزرعها قبل حدوث اي شيء؟ هي ايضا هي تعلم كل العلم انها منتهيه وانهم لن 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 يستمروا طويلا وانهم فئه قليله وتخاف من انزال قوات من انزال القوات المسلحه اليمنيه على هذه المواقع فتجعل خط الالغام هذا خط دفاعي واستشعار لهم اذا وجد انزال انه الالغام هي من يبدا بحصد ارواح ابناء القوات المسلحه اليمنيه ومن ثم هم يكونوا في خط ثاني بعد النسق الالغام. ايضا تم تلغيم القاعده البحريه في محافظه الحديده على ساحل الكثيب والذي اعتبروا هذه المنطقه منطقه عسكريه ولم يتركوا لابناء الحديده
إلا شيء بسيط فقط على ساحل الكثيب إلى جوار بعض المنتجعات التي كانت مكانا لأبناء الحديدة للخروج والسباحة فيها. أيضا نمر على الخط الساحلي ابتداء من المملاح في مديرية الدريهمي ومديرية الحوك انطلاقا إلى قرية النخيلة والطايف وغليفقة والجاح وساحل الفازة إلى أن تصل إلى ميناء الحيمة والخوخة انطلاقا من الخوخة إلى سواحل التي تصل إلى 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 ميناء المخا وإلى مديرية المخا. نعم، بالإضافة إلى ذلك تم تلغيم نعم تفضل. تم تلغيم الأماكن التي يتوقع إنزال قوات أبطال القوات المسلحة والقوات البحرية بإسناد قوات التحالف فيها، والتي يكون فيها غاطس البحر يعني عميق إلى الساحل، لأنهم يعلمون إن هذه إن هذا الساحل أو هذا الغاطس سيسمح بدخول السفينة أو الباخرة إلى الساحل، فركزوا على هذه الأماكن بكثرة وبزرع الألغام فيها بصورة عشوائية. نعم، كيف ستتصرفون حيال هذه الألغام أستاذ وليد؟ يعني وأنت تحدثني عن شريط ممتد يعني من الألغام، كيف يمكن يعني السيطرة على الوضع بهذا الشكل بمنطقة ملغومة يعني 80% تقريبا؟ أبطال القوات المسلحة لديهم فريق خاص بنزع الألغام، تم تدريبهم على أعلى مستوى في دول شقيقة، وتم تدريبهم على نزع الألغام بكافة أشكالها وعلى كل الأنواع، سواء التي يتم تفجيرها بواسطة الشبكات المترابطة أو التي تفجر عن طريق عن بعد. أبطال القوات المسلحة قد أخذوا كافة التدريبات، بالإضافة أيضا إلى وجود كاسحات الألغام التي تقوم بشق الطرقات في هذه الألغام لتسمح لأبطال القوات المسلحة بالمرور، ومن ثم يبدأ الفريق الهندسي من الألغام بنزعها على خطوات متتابعة. نعم، اسمح لنا استاذ وليد ان ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي عبد الله دوبله من الاردن. مساء الخير استاذ عبد الله. كيف الحال؟ اهلا بك معنا استاذ عبد الله في المساء اليمني. بدايه يعني الحديده اصبحت الان محط انظار التحالف العربي والحكومه ايضا، وتحدث عن ذلك سياده الرئيس بانها هي الخطوه القادمه، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ بالفعل الحديدة هي مهمة، والساحل الغربي عموما هو مهم لمعركة استعادة الشرعية واستعادة الدولة. هذا المساء حررت المخا بشكل كامل، وأظن أنه بتحرير المخا سيتم الانطلاق أيضا لتحرير الخوخة ومن ثم أيضا الحديدة. الميليشيا تعرف هذا الأمر، ولذلك ذهبت إلى تفخيخ السواحل بالألغام وايضا بالزق لابناء تهامه، ليس الزق لابناء تهامه، هم يحشدوا عبر مشايخ كانت تتبع عفاش ومن ثم تحوثت، ويتم بالفعل اخذ الشباب بالغصب وبالقوه، ويتم الذهاب بهم الى معسكرات التدريب ويقتل منهم الكثير. لكن مثل هذا الامر هو يعتبر جرائم ولا تسقط بالتقادم، واي احد تواطى مع الميليشيا في اخذ ابناء الناس بالقوة والزج بهم في معسكرة تدريبا سيتم محاسبتهم أعتقد في القريب العاجل. لكن أنا أتوقع خلال الشهرين القادمين سيتم الانطلاق إلى تحرير ساحل تهامة بالكامل انطلاقا من المخا. حسب معلوماتي الصحفية هناك تدريب لقوات من أبناء تهامة عبر قوات التحالف المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات، والكثير من أبناء تهامة بالفعل انخرطوا في هذه المعسكرات، معسكرات التدريب، وسيتم تحرير تهامة عبر أبنائها أعتقد من جبهة المخا وأيضا من جبهة ميدي. نعم، هناك قراءة وربما آراء عسكرية أستاذ عبد الله تتحدث عن الأهمية العسكرية التي ستضاف للشرعية بتحرير الحديدة، حدثنا عنها من وجهة نظرك.
هو في تاريخيا عموما حين يتم السيطرة على الساحل تسقط صنعاء تلقائي، لأنه لن يكون لدى الميليشيا المنافذ على البحر لوصول السلاح والوصول أيضا السلاح والبضائع، ولذلك بإسقاط الحديدة سيكون هو الوحيد. كما تعلمي أخت آسيا أن ميناء الحديدة هو الدخل الوحيد والأكبر الآن للميليشيا لتمويل حربهم بسيطرة على ميناء الحديدة، وأيضا الحديدة لن يكون هناك منفذ للميليشيا على البحر، وأعتقد أن هذا الأمر هو يضيق الحناك بالفعل على الميليشيا، وسيكون تسليمهم للعاصمة صنعاء والتحصيل حاصل. هذا الكلام يتفق عليه أكثر من خبير عسكري وسياسي واستراتيجي منذ مدة. كل المحللين السياسيين كانوا يذهبوا إلى أن تحرير الساحل هو بالفعل سيؤدي بالانقلاب إلى تسليم صنعاء بالسلم. نعم. ولا نحتاج إلى خوض معركة هناك. نعم أستاذ عبد الله، يعني هناك من يخشى أن تجهر الحديدة إلى مربع عنف ربما لا تحتمله، وهي التي يعني لا تملك بنية تحتية كبيرة. نعم بالفعل الناس فقراء جدا في الحديدة ولا يتحملون معارك طويلة الأمد، لكن نتمنى أن تكون المعارك لتحرير تهامة سريعة وعاجلة، وعبر أبناء تهامة الآن التحالف والتفت إلى هذه المسألة ويجند معسكرات من أبناء تهامة، وهم أدرى الناس ببلدانهم، وسيتم التحرير. أعتقد أنا لا يوجد وجود فعلي وحقيقي للميليشيا، هم يأتوا إذن يعني اسمح لي أستاذ عبد الله، الميليشيا يعني تستغل وتستهدف الشباب وتجندهم يعني بطرق مختلفة، وأيضا التحالف لديه والجيش الوطني. نعم يعني هناك في نهاية الأمر كل طرف يحشد من جهته، كيف يمكن أن تحل المسألة بهذا الشكل؟ دعوه في الأخير معركة هي لابد منها آسيا، يعني الكلفة هي لابد منها، ولا أعتقد أن التقليل منها هو الهدف، لكن كمعركة يجب أن تخاض في الأخير حتى ولو كان هناك ثمن، لكن في الأخير التحالف معني بتقليل هذه الكلفة وأن تكون المعركة حاسمة وسريعة. أعتقد أن من مصلحة التعالى، أعتقد أن هناك متغيرات سياسية واستراتيجية الآن في المنطقة عبر الإدارة الأمريكية الجديدة، هناك دعم كبير للتحالف وللمملكة العربية السعودية أيضا لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، وأهم خبر وأهم مكان لتنفيذ هذا النفوذ هو تنفيذ تحجيم النفوذ الإيراني في البحر الأحمر. أنت كما علمتي أن استهداف الفرقاط السعودية في البحر الأحمر هو ليس رسالة فقط للمملكة العربية السعودية أو للتحالف، هو رسالة أيضا لأمريكا وللغرب وللعالم أجمع أن إيران باتت قادرة على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهذا أصلا وهذا خط أحمر لا يمكن أن يقبل به دوليا على الأقل. نعم إذن شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الله دوبلا، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة أخيرة لك أستاذ وليد، برأيك ما هي التحديات التي يمكن أن تقف أمام تحرير الحديدة، ما أبرزها؟ أولا نحن نخاف كل الخوف أن تقوم الميليشيات بجر المحافظة إلى حرب داخلية كما حصل في تعز وعدن سابقا، وكما حصل في مأرب. نتمنى أن يكون انجرار هذه الميليشيات سهلا، وأن يساعد أبناء المحافظة وأبناء تهامة على عدم انتشار هذه الميليشيات وتحويل المحافظة وتهامة إلى ساحة اقتتال. وكما تعلمين أيضا أن قوات التحالف حريصة جدا على المواطنين والمدنيين في كافة المحافظات أو في كافة المناطق، رغم وجود أخطاء في بعض الأحيان، ولكن يسبقها تحذير إلى أبناء هذه المنطقة بعدم الاقتراب من أماكن تواجد الميليشيات أو أماكن تخزين السلاح. ايضا من هنا انا ابعث رساله الى ابناء محافظه الحديده، وخاصه المديريات الممتده على الشريط الساحلي، بان ينتقلوا الى اماكن امنه بعيدا عن الشريط الساحلي، لكي يكونوا بعيدين عن الضربات التي تحصل من قوات التحالف او من القوات المسلحه على الميليشيات، التي تجعل من ابناء هذه المناطق او هذه القرى دروعا بشريه لهم لتنفيذ اغراضهم لاطلاق
الصواريخ أو إطلاق القذائف من هذه الأماكن. أيضا أختي كما تعلمين إن محافظة الحديدة عانت من وضع إنساني كارثي في الفترة الماضية. هي بعض المديريات والتي هي التحيتة والخوخة والمغلاف والتي قمنا بعمل إغاثة كبيرة وبشكل كبير جدا إلى هذه المناطق، رغم أن الميليشيات كانت تقوم بسرق معظم هذه المعونات، ولكن سيكون القادم أفضل بوقوف أبناء تهامة مع القوات المسلحة، وهذا ما نتمنى أن تكون ضد هذه. نعم، هذا ما نرجو أن تتعافى الحديدة وأن تحرر دون أي خسائر أخرى قد تضاف إليها. شكرا جزيلا لك أستاذ وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة، كنت معنا عبر سكايب من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.